ندخل بموضوع الكتاب، تحدثنا غير مرة عن موضوع الصالونات الثقافية في بغداد، وهذه دورها الفاعل في نشأة الثقافة العامة والثقافة المجتمعية. واحد من أهم هذه الصالونات قهوة وكتاب. بالحقيقة هذه المؤسسة اللي قدرنا نتعاون وياها حتى نأخذ هذه الإصدارات، وراح نواكب الإصدارات الحديثة، وتقريبا أي شيء راح يصدر راح نبلغكم به فورا، وإن شاء الله ملخصات الكتب راح تعجبكم. مبدئيا هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب يعتبر النسخة الأصلية باللغة العربية، هذا الكتاب اللي نشرته شركة مطبوعات التوزيع والنشر اللبنانية. هذه النسخة اللي موجودة مثل ما تشوفوها طبعا تقع من هي من القطع المتوسط، وتقع تقريبا في 200 صفحة. هذا الكتاب الرائع طبعا حقيقة ماكو واحد قرأ إذا ما تأثر بي. هذا الكتاب مثل ما راح تشوفون، هذا وجه الكتاب اللي يريد يعرفه. طبعا الخيميائي، هذا الاسم من جابه وشلون اشتق كلش، هواي اكو تفسيرات. من خلال الروايه راح نعرف انه الخيميائي هو الشخص اللي يمتلك الكثير من المعارف، وادى فتوحات وفتوحات ربانيه كثيره، وايضا راح نلقى اشارات انه هو يقدر يفهم اللغه الكونيه، ومثل ما مكتوب في هذا الكتاب انه هذه اللغه كانت موجوده يتحدثون بها كل البشر، لكن الانسان نساها بتقادم الزمن. لكن بالحقيقه من خلال بحوثي ومن خلال قراءاتي المتواضعه، اكو فد مفهوم بالنقد الادبي والنقد الفني اللي هو السيميائيه، والشخص اللي يتناول هذا يسمى بالسيميائي. اعتقد اكو مقاربه بين الاسمين، وطبعا مؤلف هذا الكتاب راح يخلينا نعرف انه اكو انعكاسات من شخصيته بهذه الروايه. طبعا اول ما يبدي يحكي انه شلون لما يكون بمواجهه مع السطح الابيض الورقه، نفس الرسام لما يكون لاول مره مباشره مع السطح الابيض راح يكون الكثير من الأفكار والكثير. هذه بداية راح ينطلق من عندها المؤلف البرازيلي. طبعا هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب انتشارا وأوسعها على العالم، طبعا ترجم إلى ما يقارب 81 لغة، وحقق مبيعات عليا ما يقارب 150 مليون أو أكثر حسب بعض الإحصائيات، وهذه الإحصائيات في تطور دائم وزيادة دائم. هذا الكتاب شنو أهميته وليش إحنا اليوم اختارنا وقررنا نبدي به فقرة رحيق الكتب من الحقيبة الثقافية؟ طبعاً لسبب إنه كل الناس حبت هذا الكتاب، والكثير حاولوا يناقشوا، كل واحد ناقش بطريقته. طبعاً إجتنا من تعليقات الأخوة، البعض منهم راد إنه نحكيها باللغة الجلفية حتى كل الناس تقدر تفهمها، لكن إحنا راح نختار اللغة الوسطى اللي هي بين الفصيح وبين اللغة الشعبية أو اللهجة الشعبية الجلفية. طبعا هذا الكتاب قصة كلش ماتعة، ومن خلاله راح نتخيل، كل واحد راح يتخيل نفسه داخل هذه القصة، لأن كل الأحداث مرت تقريبا على كل الناس، وقدر كاتب هذا الكتاب أنه يخاطب كل الفئات العمرية، يعني ما اختص بطبقة أو شريحة محددة أو فئة عمرية محددة. مبدئيا يبدي الكاتب يحكي عن امتنانه إلى الثقافة الشرقية وخصوصا العربية، يحكي عن تجاربه وتجارب الروحية اللي تعلمها من خلال هذه الثقافة وامتنانه الكبير إلى هذه الثقافة. وأيضا هي طبعا قصة، مثل ما راح ندخل بتفاصيل قصة هذا الكتاب، وأنا داحش بسرعة حتى أخاف الوقت يداهمني. قصة هذا الكتاب قصة غنية وجميلة جدا، لكن عندي ملاحظة عليها، وطبعا هذه الملاحظة يعني مغفور للكاتب، محتمل أن يكون ذنب من وجهة نظري. مثل ما قدمت بداية الحلقة قلت أنه لا تأخذون كلامي على محمل الجد، على اعتبار أنه أنا أقدم وجهة نظر شخصية، وأكيد كل واحد راح يقرأ راح من خلال معارفه من خلال بيئته من خلال أفكاره راح يقدر يوصل إلى نتائج ممكن تكون مختلفة. مو بس بهذا الكتاب، على طول الفقرة أريدكم تعتنون بوجهة نظركم، لكن أنا أحاول أقرب أو أعطي وجهة نظري من الناحية الفنية والأكاديمية. طبعا اكو قضية مهمة جدا اللي هي قضية البيئة، يعني لما يترك لي مساحة طبعا للي يمتلك مخيلة كبيرة مثلا تشكيلي الى اخره يقدر يصور بيئة الكتاب بمخيلته، فلهذا راح تشوف اكثر من صورة من شخص الى اخر، لانه الكاتب بصراحة ما توغل كثيرا في رسم البيئة ومحاكاة تفاصيلها الى اخره من هذه التفاصيل، لكن سرد القصة سلس جدا والمحتوى الفكري اللي بيها عالي جدا. طبعا اشتغل على الميثولوجيا والأساطير ووظفها بطريقة رائعة، قربها إلى المتلقي، زاوج بين الثقافات، وهذا ما من أهم ما يميز الكتاب، أنه العلاقة بين الغرب وبين الشرق هي الرحلة، شو راح تكون تفاصيلها، العثرات، الإنسان مسيرة حياته واتخاذ القرارة وأحلامه وطموحه ومشروعه الشخصي وحلمه، كل إنسان يمتلك أو يقدر يحقق أسطورته، لكن شلون راح نشوفها من خلال هذا الكتاب. طبعا الكاتب اختار شخصية
أو قبل ما يدخل بالشخصية خلى قصتين، قصة معبرة. الأولى أنا حكيتها بفقرة سابقة اللي هي قصة المعلم أو الراهب أو الكاهن أو إلى آخره من التفاصيل الروحية، ويسألوا عن أساتيذة فقال لهم أنا عندي 3 أساتيذ، واستردت القصة حتى ما أكرر نفسي. والقصة الأخرى وهذني المقدمتين كلش مهمة حتى من راح نخلص الكتاب راح نفهم شنو تأثير هذه القصص اللي هي ماتع حقيقته. والقصة الثانية هي عبارة عن شخص راح إلى حكيم تعناله إلى قمة جبل حتى يقدر يأخذ من عنده سر السعادة. الحكيم قال هذه خاشوقة أو ملعقة تخلي بها قطرتين زيت وافتر في قصري وشوف اللي راح تقدر تشوفه. طبعا أدى جولة رجع محافظ على القطرتين، سأل الحكيم شنو اللي شفته بقصر، قال ما قدرت أشوف لأنه أنا كنت محافظ على الملعقة وخوفا على قطرتي الزيت أن تقع. نان الحكيم قال له ارجع بنفس الخاشوقة ومرت له شوف شنو موجود. طبعا أخذ الملعقة وراح افتر في القصر، شاف السجاد وشاف التحف وشاف الأواني والتنسيق والحديقة الرائعة، شاف هاي التفاصيل كلها. لما رجع للحكيم قال له هذه الخاشوقة وقع من عندها الزيت لكن أنا قدرت أشوف القصر. هذه القصة وهذه الحكمة أنه إحنا لازم نجمع بين قضيتين، القضية الأولى أنه نستمتع بالحياة بكل ظروفها وبكل اشتراطاتها وبنفس الوقت نحافظ على الهدف. من هنا انطلق طبعا قصة لفتى، وهنا راح نشوف أنه الفتى للأسف ما أعرف يعني أنا هاي من وجهة نظري الشخصية اكتشفت أنه الفتى في مراحل القصة مرة يكبر ومرة يصغر حسب الانتقالات. طبعا يعني ما مشى بطريقة سلسة أنه هو يبدي فتى إلى أن يكبر، راح نشوفه يكبر ويصغر حسب شروط القصة وحسب أهداف الكاتب. طبعا هذه ملاحظة ما راح تكون واضحة جدا للقارئ لكن راح يستمتع. طبعا الخيميائي عن يعني هي القصة تحدث عن فتى أندلسي اسمه سانتياغو، هذا راعي. طبعا أول ما يبدأ القصة وواحدة من أجمل الالتفاتات هذا الراعي اللي هو سانتياغو يحمل كتاب وين ما يروح خلال كل رحلته، يعني خلى مصير الإنسان مترافق ويا الكتاب. رغم ما بعدين راح نشوف أنه سانتياغو أصلا كانت عنده وجهة نظر في نهاية الرحلة أنه المسيرة الحياتية هي أغنى من أن نشوفها في كتاب. طبعا لكن الكتاب له إسهامات وإسهامات كبيرة جدا. سانتياغو كان راعي وهذا الراعي يرعى المشات في الحقول الإسبانية وكان دائما ويا الكتاب ويقرأ إلى الخراف والنعاج، ويتصور أنه النعاج والخراف تفهم لغته. طبعا كان دائما في حوار بينه وبين نفسه لما يشوف غاية المواشي انه هي فقط تاكل وتشرب وهي وثقت به لانه هو اللي يوديها للحقول يوديها الى المياه، لكن ما عدا قرار وما عدا تفكير هي وثقت به رغم انه هو في حالة ما صار اكبر مجرم لانه هو استغل ثقتهم به وقام يذبحهم ويقتلهم الى ان ممكن يفنى القطيع كليته وهم ما حاسين على هذه القضية بسبب أنهم خلوا ثقتهم بي وتنازلوا عن ثقتهم بغرائزهم. قصة ما تعتبدي من هنا. طبعا هذا الفتى أهله يردون يكون في تحصيل العلمي والدراسي في الكنيسة حتى يكون يعني لاحقا راهب، لكن هو اختار طريق غير هذا الطريق. وهنا التفاته إلى مؤلف الكتاب باولو كويلي. طبعا هو هذا الشخصية اللي نشأ في بيئة أبوه مهندس وأمه مثقفة وطلبوا من عنده أن يكون إما مهندس أو محامي، لكن إرادته الشخصية راد أن يكون صحفي وأديب وكاتب. ورغم معارضة الأهل إليه طبعا ألقي في مرحلة مراهقته ألقي في المصحات النفسية أكثر من مرة بسبب خياره هذا، ولاحقا اكتشفنا أنه صار واحد من أهم الشخصيات وأيضا أدرجه من ضمن العباقرة الذين لم يدخلوا المدرسة. طبعا احنا منحث الشباب انه ما يدخلون المدرسة ممكن يصير عبقري من خلال المدرسة. هذا الشخص طبعا راح نشوف انعكاساته في قصة الفتى الراعي اللي اهله فرضوا عليه انه يكون قس وراهب، لكن هو اختار فكرة الرحيل والسفر وانه يجوب العالم ويشوف ثقافات اخرى ويتعرف على ناس جدد في كل مرحلة. طبعا انت كل ما تقرأ صحيفة وتقلبها راح تسيف مخيلتك بعض العبارات وبعض الاقتباسات الرائعة حقيقة اللي تعطيك باور تعطيك طاقة ودعم انه انت شلون رغم كل الظروف المحيطة بك البيئية. طبعا احنا دائما يقولون انه بيئتنا جافة وما تسمح لي صناعة المبدعين وما تصنع ما تصنع لآخره، لكن حقيقة من خلال هالرواية راح نعرف انه الانسان اذا تحدى قدره كل الاشياء راح توقف وياه وراح تكون مساهمة في بناء النجاح الشخصي والمشروع الشخصي. طبعا من هنا ينتقل الراعي البسيط في رحلته لانه ابوه عارضه الى ان قدر يقنع اهله. ابوه هدا 3 ليرات ذهبيه لقاها في احد الحقول كان ينوي انه يعطيها لما يخلص مسيرته في الكهنه ولما يصير راهب.
هذا الطفل راح ياخذ هذني ويشتري بها مواشي ويقرر السفر بعيدا ويجوب البلدان الى ان تقع فيه المسيره في احدى الكنائس اللي متهدم سقفها. من خلال السقف يقدر يشوف السماء ويقدر يفهم انه الكون هو ارحب واوسع من ان يكون يعيش في مدينه صغيره وبسيطه في بيئه بسيطه ما تمتلك انه غير يعيش عفوا يعني مثل حياه الدواب اللي هو يرعى بهن ياكل ويشرب وينام الى ان يجي يوم ثاني واليوم الثاني يتكرر بدون ما يحقق اي منجز. مننا انطلقت رحلته شاف في المنام وهذه اشاره وكل اللي احنا مارين بهيك اشارات شاف في المنام انه اكو طفله اخذتها الى كنز قرب الاهرامات وهي هاي الثيمه مال الروايه. طبعا الروايه ما راح اخلصها للاخير حتى ما احرقها عليكم لكن هي كلش حلوه وراح تحبوها. طبعا انتقل وقرر انه يامن بمنامه شاف المنام مره ثانيه ونفس القصه وينقطع قبل ان يلقى مكان الكنز. راح الى احدى مفسرات الاحلام وهي من الغجر. هذه المراه العجوز قالت له انا راح افسر لك حلمك باعتبار انه حلمك هو لغه الله اللي بثها في الانسان وممكن احنا نقدر نقراها هذه اللغه الكونيه. طبعا قالت له انه انا ما اريد اجر على هذا تفسير الحلم لكن اريد عشر الكنز اللي راح تلقاه. امنت بهدفه. طبعا انتقل الى ان التقى في شخص شايب وهذا الشايب اللي طفل عليه وبغية الخلاص من عنده دفع هذا الفتى الراعي دفع الكتاب الى الشيخ وعادي انا اكتشف انه هذا الشيخ قارئ هذا الكتاب وهو انه يعرف القراءة والكتابة. فلما سأله انت منه طبعا اختار للمؤلف اسم عربي صادق ملكي او هيك شيء وقال له انه انت منه. قال له اني شيخ وامير وملك سالم. طبعا الفتى يعني قلق لانه ما يعرف شنو سالم مدينة شنو قرية منه هذا الشخص. طبعا شكله طبعا كلش مؤثر ورا ما حكى. طبعا فتح البدله مالته وحتى اختصر نطى حجرين من درع كان يلبسه وهذا الدرع بالكثير من الذهب والاكسسوارات قطعه من عنده وقال له هذول ممكن تستشيرهم في اي لحظه. حجرين واحد ابيض وواحد اسود يقول نعم او لا في اي خيار ممكن يريد ياخذه. ينتقل برحلته الى ان الشايب يخطل على الارض اسرار شخصيه بس هو يعرفها. راح ينتقل من ثم ويدفع الشايب الى او الحاج او هذا الرجل الكهل يدفعه الى الذهاب خلف حلمه ومشروعه الشخصي. وكل احنا نمتلك احلام شخصيه لكن هي حقيقه صعوبه الاختيار. كل احنا مثلا في مرحلة ما قررنا أن نكون شيء لكن لقينا الواقع أن صرنا بمكان آخر وهذا الكتاب يرجعنا إلى حلمنا الأول ويدفعنا إلى حلمنا الأول. قصة هذا الشيخ اللي هو عارف أو شخص يعني من خلال القصة راح نمتلك يعني راح نعرف أن هذا الشخص يمتلك قدرات وقدرات خارقة وراح يستمر وياه إلى آخر الرحلة. ثم ينتقل إلى مدينة المغرب وبمدينة المغرب سافر عن طريق مضيق جبل طارق وزار مدينة المغرب وهناك تعرف على أحد اللصوص اللي هو خدعه باعتبار أنه راد يوصله إلى مدينة الأهرامات أو إلى مصر حتى يلقى الكنز مات سرق فلوسه. وهنا نتعرض إلى أول نكسة وأول هزيمة. طبعا دفع ثمنها غالي وتعرض مؤخ يعني لاحقا تعرض إلى سرقة أخرى راح نكتشف شنو الأضرار وشلون استخدمها. ثم يعني اشتغل عند أحد المحلات اللي يشتغل بالبلوريات. طبعا الكثير من التفاصيل الماتعة جدا واللي راح تغير تفكيرنا 180 درجة. قرينا هذا الكتاب أكثر من مرة وراح نحبه وراح نبقى نقرأه يا عزيزتي يا زهراء. فعلا وأكيد شوقتنا على أنه احنا اليوم كلنا نقرأ هذا الكتاب. طبعا شكرا لك وشكرا لهذا التفصيل المميز لهذا الكتاب. تحياتنا لك. إذن مشاهدينا